في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. اللي لاحظت على حفظة القرآن في أندونيسيا أن عندهم صعوبة في المخارج، لكن الله يجزاه خير الشيخ يوسف حاول أن يتجاوز هذا الخطأ، فجلس مع العديد من حفاظ القرآن ومحفظي القرآن العرب وخاصة من اليمن، جلبهم إلى أندونيسيا حتى يعلموا الطلبة مخارج الحروف الصحيحة. في اعتقادي أنها من أذكى الخطوات اللي عملها الشيخ يوسف، إن جلب لهم شيوخ متقنين. الحمد لله في هذه السنة استعنا تقريبا بستة مدرسين من اليمن، من خيرة الأساتذة في اليمن ما شاء الله، ولهم خبرة في مجال التحفيظ والتدريس في اليمن. الحمد لله، والله وجدنا أرض خصبة هنا. نعم. لتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم. والأحاديث. نعم. فعندما قعدت أول 3 أشهر عرفت أن هنا أرض لكي تقيم فيها وكتاب الله عز وجل، فجلبت أهلي وأولادي لكي إن شاء الله نستقر هنا، نحن نحفظ الأولاد والزوجة إن شاء الله ما شاء الله تحفظ البنات، والله يكتبوا كل خير بإذن الله ما شاء الله. زوجتك حافظة الكتاب الله سبحانه وتعالى ما شاء الله تبارك الرحمن. الشيخ عبد الله الشجرة من اليمن هاجر إلى أندونيسيا من أجل القرآن، هو وزوجته وأبناء استقروا في أندونيسيا ليحفظ القرآن لأبناء أندونيسيا. الله يجزاك خير يا شيخ عبد الله. ما تجد صعوبة معهم في التعليم؟ نجد الصعوبة. نعم. نجد الصعوبة، ولكن الحمد لله نتخطى هذه الصعوبة، نعرف أي الحروف التي لا يستطيعون حفظها. نعم. مثل النطق في الثاء ينطقونها ساء. نعم. في الذال ينطقونها زاء. نعم. في الضاء، في هذه الحروف، فنكرر عليهم في هذه ونركز على هذه الحروف، والحمد لله سبحان الله العظيم ما شاء الله. وانتم ايضا وانتم ايضا تتعلمون اللغه الاندونيسيه؟ اي الحمد لله، الله يبارك. تعلمت شيء منها شيء؟ ايوه الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثيبك. امين الله يبارك. حفظ القران وخدمه القران يعني هذا شيء عظيم، نسال الله ان يكتب لنا من الذين قال فيهم الرسول خيركم من تعلم القران وعلم، هذه الخيريه التي كتب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم امين، الله يحفظك. امين. اسالوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي، اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب، إن في جوفي كتاب. أشهد أن لا إله إلا الله. استمتعت أنا واستمتع كل فريق العمل بهذا الأذان الجميل. تخيلوا لو عندكم واحد من أبنائكم في بيتكم يأذن بهذا الصوت الجميل. هذا الشيخ شاكر من منطقة آتشي في أندونيسيا، تخيلوا تشرد هو وأهله بسبب تسونامي، صغير سن
ولكن صوت جميل وحفظ للقرآن ويصلي في الناس التراويح والقيام. الله يحفظه. لا يعرف من اللغة العربية شيئاً أبداً، ولكن قصته جميلة وصوته جميل. هذا الولد شاكر ما شاء الله من عائلة فيها ثلاث أولاد كلهم يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى وهو الأصغر. هذا الولد الصغير ما شاء الله ذهب إلى هونغ كونغ كي يصلي في الناس إماماً، والسنة القادمة سوف يذهب إلى نيويورك ليصلي في الناس إماماً. هذا الكلام إشارة أن هذا الولد صغير، ولكن بماذا يرفع الإنسان وبماذا يرفع الولد؟ يرفع إذا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وليس أنا الذي أقول هذا الكلام، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يرفع الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب أقواما. إبراس خير للحياة نرجو به عفو الإله بين الحنايا والصدور، نورا تجلى في سنا بين البرايا كم شدا، ويردد الكون الصدى يوم تجلى بالهدى، قرآننا فيه النجا، اقرأ تدبر في خشوع. وأنا أتجول في هذه الدار القرآنية الجميلة في أندونيسيا، دار القرآن، حقيقة استمتعت واستمتع معي كل فريق العمل بما رأيناه من حرص على حفظ القرآن، توفير كل ما يحتاج حافظ القرآن وحافظة القرآن في هذا المكان يبيتون كي يحفظون القرآن الكريم كاملا. وصلت إلى هذه المنطقة في هذه الدار وسمعت عن عائلة حقيقة جاءت من بالي، جزيرة بالي، إلى هذا المكان كي يحفظوا القرآن. أب وأم وثلاثة من أبنائهم، ولدين وبنت، جاءوا إلى هذا المكان. الأب جاء بهم قال للشيخ يوسف منصور: ما أريد منك إلا أنك تحفظ أبنائي القرآن، أنا أبي أروح أتاجر وأجيب الرزق لهم وأجدهم حفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى. معي الآن الشيخ ما شاء الله محمد فرحان، يجلس أمامي يراجع القرآن كل يوم بعد صلاة الفجر في مكان جميل، وأخوه ما شاء الله محمد فهمي. راح تستمعون وتشاهدون قصة جميلة هي رسالة من قلوبنا في مسافر مع القرآن إلى كل أسرة تريد أن تكون قرآنية مثل هذه الأسرة. شيخ محمد فرحان الحبيب، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. الله يبارك فيكم، كيف حالكم؟ الحمد لله. ما شاء الله تراجع القرآن في هذا المكان كل يوم؟ نعم كل يوم بعد صلاة الفجر؟ نعم. حياة ما شاء الله، ما شاء الله حياة جميلة. أخوك ما شاء الله محمد فهمي الأكبر، نروح ناخذه هناك. نعم. ناخذه معنا. تفضل تفضل ما شاء الله. شيخ، شيخ محمد، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. حقيقة في هذا اللقاء أطلب الآن من كل أسرة، من كل أب وأم، أن ينتبهوا من هذا اللقاء. نوينا من أن يخرج من كل أولادكم من أهل القرآن. ما شاء الله ما شاء الله، يريد أن يكونون كل أولاده ما شاء الله من حفظه، هاجر من بالي إلى هذه المنطقة كي يحفظ أبنائه ما شاء الله القرآن. محمد فهمي ومحمد فرحان، هؤلاء الأخوة حفظوا القرآن الكريم كاملا خلال تقريبا 3 سنوات، وأختهم الآن تبارك الرحمن تحفظ من القرآن 25 جزء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أعظم ما تقدمه من بر لوالديك هو حفظك للقرآن. أنت فرحان، أنت سعيد أن تراهم حافظين القرآن؟ كله نعمة، كله نعمة، الحمد لله. الحمد لله. بركة القرآن، بركة القرآن، الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا
وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. الشيخ أحمد، أنت تحفظ القرآن؟ لا. لا تحفظ القرآن؟ لا، أنا أقول لك أنت تحفظ القرآن. ما شاء الله. أنت تحفظ القرآن وليس مرة واحدة، أنت تحفظ القرآن ثلاث مرات بإذن الله، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. كل حرف يقرأه أبنائكم إذا حفظوا القرآن في ميزانكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قراءات جميلة. ترى محمد فرحان عمره 13 سنة، ومحمد فهمي 15 سنة، ونمر 11 سنة، كل واحد بينهم سنتين ما شاء الله، ويحفظون القرآن بهذه الأصوات الجميلة. والله تأثرت تأثرا كبيرا بهذا اللقاء، لأن كل ما أتمنى أن تكون أسرنا بمثل هذه الأسرة. أجمل فرحة وأجمل سعادة وأحلى أيام تعيشونها بحفظ أبنائكم لكتاب الله سبحانه وتعالى. صدقوني، النور في الحياة والنور في القبور وحسنات كجبال تهامة في الجنة بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم، وأن يحفظ كل أبنائنا كتاب الله سبحانه وتعالى. تميزت هذه المسابقة بالتنظيم الرائع حقيقة، وتميزت أيضاً بإتاحة العديد من الفروع للمشاركة. الفرع الأول للتلاوة، الفرع الثاني للتجويد، الثالث للقراءات، الرابع واللي شدنا كلنا فريق عمل مسافر مع القرآن، التفسير. فعلاً إنها مسابقة رائعة وجميلة. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. وصلنا إلى مدينة باندوم. هذه المدينة تقريباً تبعد عن جاكرتا العاصمة 3 ساعات في السيارة، يعني جينا في السيارة تقريباً 3 ساعات إلى هذه المسابقة القرآنية الجميلة الرائعة. ما شاء الله، هذه المسابقة سمعت عنها، هذه المسابقة القرآنية، أن من سنة 65 تقريباً 48 سنة إلى 50 سنة هذه المسابقة في إندونيسيا. يدل هذا الكلام على اهتمام هذه الدولة بالقرآن الكريم وحبهم لحفظ القرآن وتلاوة القرآن وتفسير القرآن. الله تبارك الرحمن. الوضع مخيف جدا ما شاء الله، يعني أمامها أكثر من تقريبا 20 من لجنة الحكم يقفون أمامها ما شاء الله. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم ما شاء الله. أنا هنا في حفظ القرآن كامل 30 جزء ما شاء الله، مستمتع جدا وأنا في هذه المسابقة ما شاء الله. في هذه المسابقة التقيت مع أصوات جميلة ورائعة، فعلا تأثرت بها. والله فعلا لا تصدق أن هؤلاء بهذا الإتقان لا يتكلمون اللغة العربية، ولكن فعلا
هم لا يتكلمون اللغة العربية. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ما شاء الله. لو أن وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أجلس الآن في مكان وسط المسابقة، يعني عن يميني أسمع ما شاء الله فرع الخمس أجزاء والعشر أجزاء يرتلون القرآن ويقرؤون من حفظهم، وأسمع عن شمالي ما شاء الله القرآن كامل وتلاوة القرآن والتفسير، أجواء قرآنية. كل فريق العمل معي ما شاء الله مستمتعون بهذه المسابقة الرائعة في أندونيسيا. والآن أجلس ما شاء الله مع طفلة عمرها 11 سنة ما شاء الله مشاركة في فرع التلاوة، صوتها جميل ورائع، نريد أن نسمع. وحقيقة هي لا تعلم شيء من اللغة العربية أبدا، حتى لو أسألها عن اسمها ما راح تعرف. ذلكم فاعبدوه
الله سبحانه وتعالى في القرآن أمرنا بالتدبر، والله سبحانه وتعالى، وهذه لفتة جميلة، أن الله سبحانه وتعالى أيضا أمرنا بترتيل القرآن، فقال ورتل القرآن ترتيلا، أي قراءة القرآن بهدوء وتمهل حتى نفهم هذه المعاني. يقول القرطبي في شرح هذه الآية أن الترتيل هي قراءة القرآن بتمهل وفهم المعاني، وأن الإسراع في القراءة يفقدك المعاني، ما يخليك توقف على المعاني أبداً. بعض الناس تمر عليهم وخاصة في رمضان تشوفه في المسجد يبي يحاول يخلص القراءة بأسرع وقت عشان يختم القرآن، فتجد وهو يقرأ، أنا متأكد أسمعه يقرأ بطريقة، أنا أضرب لك مثال، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، يقرأ بهذه الطريقة وكأنه لا يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، ونسي أن الله سبحانه وتعالى قال ورتل القرآن ترتيلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نختم القرآن في أقل من 3 أيام. وعندما سئل أنس بن مالك، إذا الواحد يعرف صفة قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما سئل أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان يمد القراءة مده، كان يمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذه قراءة الترتيل تخليك تركز في المعاني وتتدبر وتفهم ويخشع قلبك، لا تقرأ بسرعة وابتعد عن القراءة السريعة. يقول ابن مسعود كلام جميل جدا عن صفة قراءة القرآن، يقول لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر. شوفوا ترى الكلام قاعد يختصر كل الكلام اللي قلته، هذا كلام رب العالمين مو شعر. وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة من القرآن. لا تقول أنا الحين أبي أخلص بسرعة وأبي أنتهي عشان أختم، لا، قول أبي أتدبر وأرتل مثل ما أمرني رب العالمين. فهذا الأمر الترتيل بإذن الله من أهم الأسباب اللي راح تعينك على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. مع القرآن يحلو السير سنايا النور بالتفكير، على الأرواح بالتحذير فيه الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.